اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده من المطابخ العالميه. يعني واحنا قاعدين كده بنشاهد القناه الاولى بنسافر اي بلد احنا حبينا، الهند، البرازيل، المكسيك، ايطاليا، فرنسا، زي ما احنا عايزين، ونجيب اشهر الاكلات اللي موجوده فيها. النهارده مع بعض الاخواننا في الهند بيشتهروا ب ان هم بيستخدموا الزبادي والكاري والكركم في الاكلات بتاعتهم، دي الاساسي، زبادي، كاري، كركم، والبهارات العربيه ليه والحبهان. فالنهارده مع بعض نستخدم نفس المدرسه الهنديه في عمل الاكلات بتاعتنا، مثلا زي شيش كباب. شيش كباب النهارده بالزبادي مع الكاري، هنشوف نشويه ازاي. هل الزبادي هنا اليوغت لده هيقطع مننا في النار ولا مش هيقطع؟ ايه السر نخلي الزبادي كفر للحته اللحمه اللي بناكلها بدون ما يقطع مننا ويبرغل او تلاقيه تحس ان هو شكله باين في قلب اللحمه؟ معانا النهارده كوسه مع بعض، هنعملها النهارده كوسه مشويه بالطحينه مع الزبادي، برده حاجه لطيفه، هتاخد الكاري والكركم، ولكن الجديد ان هنضيف لها طحينه ونشوف ازاي الطحينه تخش على الزبادي. معانا الحلو النهارده لطيف وجميل كرات الزلابيه، هنعملها بجوز الهند، مش هنحمرها في زيت، لا، دي هتتعمل بطريقه معينه اللي هو السميد مع السكر مع جوز الهند، وفي الاخر هتاخد عسل نحل لطيف مع جوز الهند. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتير. عدل الاكل ده شويه رز ملون، كلنا عارفين اخواننا في الهند بياكلوا الرز بالكاري، رز بالكركم، رز واخد لون اصفر، لون اخضر، حاجات بتبقى حلوه على السفره كده لطيفه وجميله. برضه هنشوفوا ايه التركايه ان انا الون بيها شويه الرز البسمتي اللي موجود على السفره بحيث ان السفره تتكلم هندي ولكن بخفه دم مصريه. على ما نشوف مع بعض ازاي هنعمل كرات الزلابيه من المطبخ الهندي. معانا وقت يا استاذه رحاب، قولي لي. اه زي الفل، نعمه، هنقدر نعمل كل حاجه ان شاء الله. عيني، زي الفل كده. انا بوسع بس عشان ايه الرز ده بيقول لك وسع لي. ممكن على فكره مقادير الزلابيه على الشاشه، حلو قوي. سميته ناعمه كوب، جوز الهند نص كوب، سمنه بلدي ربع كوب او معلقتين، سكر نص كوب، عسل نحل نص كوب، فانيليا وشوية كاري معانا في المقادير، والصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. في لون هنا مش عارف ده لونه ايه، اخضر. يا ويلي يا ويلي، محظوظ يا شيف والله. وانا اقول اللون الاخضر ما جاش ليه؟ اللون الاخضر. هنشتغل دلوقتي في الحلو. طاسة معايا والسمنة جاهزة، اقول فكرته ايه مع بعض كده واحنا شغالين سريعا. باخد السميد الناعم ومعانا السكر ومعانا الكاري. سميت ناعم وسكر وكاري وفانيليا. ونيجي عند النار هنا وربنا يكفينا شر النار، قولوا امين. اللهم صل على النبي. سميتها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا يلا. معايا فرسان التلفزيون المصري اهو. زلابيه جوز الهند من الهند. شويه السميت دول كفايه. سمنه بلدي. سكر ونقلب. سميد ناعم، سمنه بلدي، سكر، فانيليا ونقلب. لسه ما خلصتش. ده سميته اللي بنعمل بيها البسبوسه، عارفينها؟ حطيتها في سمنه بلدي مقدوحه على النار كاني بعمل كحك العيد. شميت ريحه حلوه. وحطيت فانيليا. ما تحطيش ميه زهره علشان ما تقلبش على معمول. كلنا عارفين المعمول. معمول مد، معمول جوز، معمول عين جمل، معمول فستق، معمول تمر، كل دي مدرسه المعمول. بتجهزك اهو يا جميل عشان تجيب الصوره الحلوه. حلو الكلام. نقلب دول تاني. الله، ايه الحلاوه دي يا شيف. الكاري. الله، كاري حلو. جرب، لسه المفاجاه جايه. بابريكا حلو. مش الهند. لسه ما خلصناش، هنخش على التقيل دلوقتي. زلابيه جوز الهند من الهند. فكرتها ايه يا عم الشيف؟ بنطبخ السميت على النار مع سمنه بلدي، بتاخد كاري، بتاخد بابريكا، وانا شغال بتاخد فانيليا. المفاجاه جايه. اجعل ايامكم عسل، قولوا امين. هو ده العسل النحل عليها. يلا يلا يلا. هو ده هو ده. اخد تلتين الكميه واخلي التلت. اقول لحضراتكم ليه التلت الاخر.
نعم يا غالي، بيقول الهند بياكلوا. روح الهند وقول لي وقابلني في الهند. والميه تكدب الغطاس في الهند. شايف الجو ده كده اهو، السميد الناعم اتحمص في سمنه بلدي، خد كاري، خد فانيليا. نعجن العجينه كده زي الفل، وهي على النار كده السميد بيتحمص والسميد بينطبخ في العسل. وننزل بشقشاء ميه حلو محترم. اللهم صل على النبي. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، زلزال من الهند. حلو قوي. ونقلب دول ونسيبها تطبخ على النار يا عم الشيف. زلابيا، سيبها بقى كده، هتلاقي السميد ده شد دلوقتي بقى يبرد، نكوره. بعد ما يتكور يعدي على العسل، ومن العسل على جوز الهند. عرفت الفكره جت منين؟ تاني عشان لو معانا وقت هنشوف الخليط ده ينطبخ على النار. الخليط ده ينطبخ على النار. يا بختك يا بختك يا ست الكل، يا بختك يا امي، يا بختك يا خالتي، يا بختك يا عمتي، يا بختك يا ست اللي بتشوفيني دلوقتي وتقعد بتشوف القناه الاولى. معكيش حد في ودانك يقول لك معكيش وقت، معكيش حد في ودانك يقول لك وقت خلص. تعملي اللي نفسك فيه. ادوني الوقت ده. العجينه طابت اهي، الخلطه طابت اهي، كل ده عم الشيف هنسيبه على النار. بيشد السميد، بيشد كانك بتعملي عصيده. حلو. بعد ما بتبرد بنكورها قد صفار البيضه، كور كور كده قد ايه صفار البيضه، ونعديها على العسل، وتطلع من العسل تتغلب بجوز الهند. ادي فكره زلابيا جوز الهند. بس التقليب ده مهم جدا عشان ما تاكليش سميد ناعم يلكمك. ويلكم جوزك، يعني جوزك ياكل واحده او اتنين يقول لك مش عايز. لا، لازم يستطعم السميد وهو متحمص كده، واخد عسل النحل، واخد جوز الهند، واخد الكاري، واخد البابريكا. بطعم سمنه بلدي. الله، شفت الخلطه دي؟ الحلو ده حصريا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، حتى في الهند ما يسمعوش عنه، شيف المغازي اخترعه. بتضحك؟ في الهند، والله العظيم روح الهند هتلاقيه، انا بكلمك جد والله. وادي جوز الهند اللي هي تقول ان هو من الهند. يكفي ان عليه جوز الهند. هو ده هو ده. ونقلبه. اللهم صل على النبي. رايق يا شيف النهارده. شفت الخلطه دي؟ حطها تبرد بقى. الله، شفت العجينه بدات تشد ازاي؟ تتبخ على النار، جواها عسل. عيني هاخده خالص من هنا يا فندم وامشي. حاضر، بدل ما تدبس في تنظيف البوتاجاز. حاضر. زي الفل. هناخد الخلطه دي هنا. يلا اتفرج على الحلاوه، اتفرج على الحلاوه. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ بقلبها كده عشان تبرد. جربوا اعمليها بجد وقولي رايك فيها. دي سخنه، خلي بالك. رهيبه دي، رهيبه. حاضر. بس اعمل لكم واحده دلوقتي وهي سخنه، تستاهلوا والله العظيم، تستاهل الواحد يحط ايده في النار. ناخد ده كده، يلا. سريعا كده مع بعض عشان المخرج هيضربني. اجيب ده كده. هقول لك على فكره بس. يلا، ممكن تنهي الحلقه وانا شغال حبيب قلبي حبيب. نعمين. بس وانا شغال. ده انا هدلعك، ده انا اعمل لك شغل جامد قوي. اللهم صل على النبي. لسه، شوف انا عامل ايه بقى، تركايه كده تعجبك قوي 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 قوي. انا عايز حضراتكم تعملوا الحلو ده بنفس الطريقه. هعمل ايه بقى؟ مطبخنا على شاشه القناه الاولى، رؤيه، فن، ابداع. وسيبوني بقى اشتغل مع جوز الهند. سخنه، خلي بالك، دي المفروض تبرد. نحطها على جنب. تاني. مطبخنا على شاشه القناه الاولى، عملنا الكباب النهارده بالطعم الهندي ولكن بخف الدم مصريه، عملنا كوسه جامده جدا بالطحينه مع الزبادي، عملنا شويه رز ملون جميل جدا هيخلي الاطفال يشد انتباههم على السفره ويقدروا يشاركوا المطبخ الهندي بطعمه
واللي احنا عارفينه كلنا بطعم الهند او سبايس شويه، الحلو اللي انا شغال فيه ده كده لطيف وجميل، الاطفال هيحبوه بالطريقه اللي انا شغال بها ديت. وكده يبقى احنا دخلنا المطبخ الهندي، جبنا اشهر الاكلات، رؤيه فن ابداع كل يوم على شاشه القناه الاولى حتى من المطابخ العالميه. We'll be right back.